الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كيتقطع أخوتي اللايف حنت البلاصة اللي فيها الطفل ريان يعني معزولة صراحة، ما قدرت نشارك معكم حتى شي حاجة. فين ما مشيت مثلا خرج نقضي شي حاجة تنسول المدرة، الوليد خرجوه مدرة، سبحان الله. العالم كامل العالم كامل العالم كامل سبحان الله. الوليد حب الله سبحانه وتعالى يتحط في هذا الموقف اخوتي، ما عرفتش انتم والله في غادي وهذا فما كاينش الصراحة. والله ما عرفت ما نقول، المهم بغيت نشارك معكم شي حاجة. كنتمنى الخط يعاود يتقاد، لان لا اله الا محمد رسول الله تبوريشة اللحظة اللي كيهلوا فيها وكيكبروا فيها لا اله الا الله الله اكبر. هاد اللحظات يمكن وقيلا قريب لوليدي يخرج، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله، طلعت من اللحم ديالي كيتبول. الله شوف هاد الوليد سبحان الله القدر ديالو انه يجمعو في هاد الطيحة ديال البئر العميق، والجمهور الغفير والناس ديال المجاور الدول المجاورة السعودية تونس الجزائر كلشي كلشي تاي. الصراحة الله غادي يخلصكم، ربي غادي يخلصكم. الله اكبر منظر الله الا كانت الطابله ما بغاش تجلس كتقشعر الابدان. يا ربي مسكين يكمل عليه وكي عاش هاد المده كامله تحت الارض. يا ربي تفرج عليه، يا ربي تفرج عليه يكون بسلام ان شاء الله ويستجب للعلاج لانه باقي صغير ان شاء الله. وانا بدوري كنشكر لهذا الجمهور الغفير اللي حضر، سبحان الله العظيم الطفل المحبوب الطفل اللي غنسميه انا طفل المعجزه سبحان الله، انه مسكين قدر الله يطيح في واحد البير كما قلت لكم الطفل سبحان الله يطيح في واحد البير للعمق ديالو 32 متر وكيفاش سمعوه سبحان الله، وكيفاش هذا الجمهور الغفير. دعائكم يا رحمن الدنيا وخيرا، دعيوا اخوتي انتم غديو حسنه كلكم قلوبكم رحمه. والله الا تبوريشه انه العالم كامل كيتسنى. انا خرجت نقضي غرض، واحد الولد باقي غير صغير كيلعب بالماتش الكره ويقول لي واحد السيد واش اخويا حنا متبعين رايا وانت تقول لي الكره. الله يعدا حسيت بان باقي الامان باقي الرحمه. يا رب ان شاء الله يخرج ويستجيب للدوء للعلاج. لا اله الا محمد رسول الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده. خوتي الله العظيم الى تبوريشة ما عندي ما نقول، المهم حليت الكاميرا نهضر معاكم نحس بكم وتحسوا بيا. يعني العالم كامل تيسوى على ريان سبحان الله. الوليد ست سنوات من الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه والسبت اليوم السادس سبحان الله، السابع ان شاء الله غتلقاه في المستشفى باذن الله، يعني غيصبح عليه ان شاء الله غدا الاحد يا رحمن الدنيا وخيره. والله اخوتي كان التليفون وكنعس واحد الوقيته كنديرها كنتمنى نلقى شي خبر اخراج ريان للاسف، ولكن ما عندنا ما نديرو قلوبنا معاه ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان تكون ما عندوش شي اصابات بالغه.
وانه يستجيب العلاج ان شاء الله. الام راكم جاربين الكويده، شوف الوليد ديالك مشيتي مع المستشفى وكيقول لك خرج برا ونتسنى، وانت كتحس ما بالك الوليد تحت الارض، لا حول ولا قوه الا بالله. باش ما نطولش عليكم اخوتي، غنشوف واش كاين شي امل انه نتمنوا في هذه اللحظات كلكم ان شاء الله تكبروا وتوحدوا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، هذه الكلمه اللي غنقولوا ان شاء الله باش تدوا معنا الاجر، باش تديوا الاجر، لا اله الا الله، هذا هو الكلام اللي غنقول اخوتي. ما قدرت نحط حتى فيديو، الناس اللي حتى الناس اللي كتصل بيا تبغي شي علاج تيقولوا لي الله يجعل ربي يفرج عليك. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ربما هاد الكلمات اللي كيوحدوا الله ربما تعاون الوليد انه ما عاودش يرجع الغيبوبه وترجع، ان شاء الله تكون عليه رحمه. هادشي اللي كنتمنى اخوتي، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد التكبيرات وهاد التوحد لا اله الا الله. والله اخوتي اللي كنهضر معكم تبوريشه، كما قلت لكم حتى المتبعين ديالي ملي كيكتبوا ليا في الكومونتير ما كيقولوش ليا اختي كيضرني راسي وشنو ندير، قليل كلشي تيكتب ليا الله يجعل ربي يرحمه، الله يجعل ربي يخرج ان شاء الله امور بخير وتحفظوا، هذا هو اللي كيقولوا سبحان الله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى اخوتي لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي اللي غنقولو في هاد الوقيته بالذات. كتغسلي الماعن، كنتي كتوجي الغدا، عفوا نقول لكم العشاء، كنتي كتهيئي شي حاجه، كنتي كتصلي، دعيو اخوتي مع الوليد لانه راه حطمني انا من يوم ثلاثة الوليد تحت الارض وكيقاوم وصغير وعظيمته. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون الاصابه ما تكونش بالغه، يكون شي حاجه اللي فوق الطاقه ديالو، وربي كيف رحمه تحت الارض غير رحمه ان شاء الله فوق الارض. والله يا اخوتي كل وقيته تنحل، وانتم الفيديو راه عامر غير بالتليفون فيه غير انقاذ ريان، انقاذ ريان، هادشي اللي كاين اللحظات الحاسمه، اللحظات الحاسمه. نتمنوا كرروا فيها اكثر من مره ان ريان سيخرج وباقي متر او مترين او ثلاثه، اخيرا صدقت التوقعات كما قالوا على أن مسألة إخراجه هي مجرد ساعتين أو فترة بسيطة فقط، وننتظر الآن نشوف أخوتي ديال التهليل أحسن ديال الله أكبر. بحسب المصادر تحدث إليها العربية حمالة ل تتقطع أخوتي الخط. الناس في اللايفات كلشي كتسول طمنونا شنو كاين الناس ما كاينش اخوتي شي حاجه من غير الولد ريان سبحان الله. اخوتي ثاني تقطع الخط لان ما كيكونش اتصال تما، كاينش الواي فاي بزاف يعني خارج التغطيه. اخوتي اخواتاتي والله العظيم الى المهم شاركت معكم انني كنحل عيني كنقلب كنلقى العناوين زائفه، كنبغي نموت بالفقصه. الله يهدي بعد القنوات. اخراج ريان، سولت واحد السيد اللي اختي خرجوه ورقوا عنده كسور، جيت نجري قلبت لقيت باقي الوليد، يلاه بحول الله يوصلوا له. نتمنى من ربي ان ما تكونش عنده شي اصابه بالغه، والله يجعل ربي يحنن القليب على الام ديالو مسكينه، ربي يرحمها، ربي يرحمها برحمته كما صبرت هذه المده كامله. نتمنى من ربي انها تعمق مسكينه ودير. شوفوا اخوتي انتم لديتوا وليدكم غير المستشفى تيقول لك خرج تنديروا، نشوفوا شغالنا كي كتحس كيبقى عقلك معاه وقلبك ما بال هذا الوليد اللي 5 ايام 6 ايام، الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعه السبت، اليوم 5 ايام. نتمنى من ربي ان شاء الله اخوتي، نتمنى من الله سبحانه وتعالى يشوف من حاله، وانا اخوتي غنبقى بحال هكا بحالي بحالكم.
نتمنى نبقاو نكتو من لا اله الا الله والله اكبر. سمحوا لي اخوتي مره اخرى ثاني، حليت لكم الكاميرا وصدعتكم، وبغيت غير نشارك معكم اننا احنا بحال بحال، هادشي اللي كاين. بما اننا كنشارك معكم كل شيء، حتى هذا موضوعنا، موضوع كل شيء كبير صغير تيهضر عليه. سمحوا لي مره اخرى وكثروا من لا اله الا الله، انتم ما شاء الله كديروا الاجر وفيها ان شاء الله مغفره لينا وليكم. الله يجعل ربي ان شاء الله يرحم هذا الوليد ويرحم الامه الاسلاميه كامله برحمته، لان الاموات والاحياء كيحتاجوا الرحمه. الله يجعل ربي ان شاء الله ما طيحش هذا الشتا في هذا القيت اللي غيخرجوه، وخا حنا محتاجينه ولكن الوليد والتربه اخوتي من الصلصال. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق فرقه الانقاذ ان شاء الله، وربي اللي غادي يجازيهم كل الناس اللي وقفوا سواء فوق الجبل ولا تحت الجبل ولا اللي داروا به. الله يجعل ربي ان شاء الله ويشوف من حاله اخوتي. سمحوا لي مره اخرى ما داوش مني قال الصواب، سمحوا الله يحفظكم، مع السلامه.